من فوق تجيله من تحت، لا اله الا الله. طب يعني احنا نكلفه، ومكلف الاشياء غير طباعها متطلب في الماء جذوة ناري. سلم يكلف الامر فوق طباعه، سبحان الله. الله يرضى عن الفضل بن العباس، كان وضيء الوجه وجالس في عرفة على يمين الرسول صلى الله عليه وسلم، وتأتي امرأة جميلة تقف تجلس على يسار الرسول تسأله سؤال. الفضل بن العباس شاف الوجه الجميل لم يستطع المقاومة، فبدأ ايه ينظر، فكر نفسه في مول من المولات، ده عرفه جنب الرسول. فالرسول بأدب كده راح ايه عادل وش ابن عمه كده الناحية الثانية، سبحان الله. الفضل من غير شيء ليه نفسه زي الزنبرك ماشي لوحده كده بيه بالالتفات القهري، سبحان الله، بالجبرية. بس الرسول العباس قاعد يراقب الموقف، ابنه الفضل عزيز عليه، فالعباس حنون على ابنه. انت دايما تشوف ابنك لو يعني معذرة مطلع عينيه، بس ولد، بس ولد، يا عم الله يعينك عليه، سبحان الله، يا رزقك بره يبارك لك فيه يا رب ويهديه، سبحان الله. آذيت ابن عمك يا رسول الله. العباس عارف مقامه عند الرسول، انت عارف لو واحد غير العباس ما يستطيع، لا يستطيع، لان العباس ده له حجم عند الرسول، ده لا احد كحجم العباس عند حبيب الله صلى الله عليه وسلم. ان العم صنو ابيه، صنو الانسان، لان اخو ابويا، سبحان الله، كان يعامله كاب. ليله بعد بدر واخذ اسيرا، قالوا فكوا عنه قيله ان انينه يؤذيني. الرسول في الحجره سمع انين عمه، وعمه مشرك، سبحان الله، وهو يعني الم العباس واصل لحبيب الله صلى الله عليه وسلم. فطبعا الصحابه الله اكبر، لا اله الا الله. ولكن يقول، شوف خلي بالك عشان ده رسول حق، قال اطلبوا منه فدية كبيرة فانه رجل غني. عند الحق ده عمي، ده صلة نسب، لكن انتوا يا فقراء ايه الوقت كلكم تقول نعم نعم احنا فقراء، نعم، سبحان الله، الفقراء كلنا فقراء الى الله، سبحان الله. اي موظف عربي شريف مصرف من مصارف الزكاة مهما علت به الدرجة الوظيفية، اي موظف ما تسألش تقول لي يجوز عليه فورا اعطيه. هو ايه موظف محترم مدير المؤسسة وده اعطيني من زكاة مالك؟ مش هيقول لك يا اخي كده، يحسبه الجاهل ايه؟ انا والله تشوفه كده تقول ده يعني بيل جيتس، بيل جيتس ده عنده ايه افقر الفقراء. ليه؟ لانه عزيز بالله، عليه ثياب لو تباع وفلسه، هي كده. هو الامام الشافعي وضع المكان في صورة. المهم، اذيت ابن عمك، قال صلى الله عليه وسلم خشيت عليه الفتنة. يعني اذا الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا، طبعا اكيد ايد النبي صلى الله عليه وسلم كلها عطف وحنان، ولا ايه؟ بيقول ما رأيت كفا أليان كف من يد كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما الصحابة يسلموا عليه كده، سبحان الله، الله، وبعدين تعطر كأنما اخرج يده من جونة عطار دايما. ليه؟ النهار في معركة، كان كما وصفه الواصفون هند بن ابي هاله ابن السيده خديجه، قال كانه كان نضاحا محيا، تشوفه في المعركه في التراب في الصحراء في السفر، كانه خارج من الحمام لتوه وقد اغتسل. يعني سبحان الله، ويجمع على هذه هذا المحيا الابتسامه حتى تبدو نواجذه، ما رؤي مقطبا جبينه قط. فمين فينا اللي بيعمل سنه رسول الله؟ انت اللي ابتسمت لمده 3 دقائق، هتركب السياره الان وجوارك فلان ام فلان، سبحان الله، سبحان الله، لا اله الا الله. ولد عندنا ممثل مشهور كوميدي زمان، فقابلني على الطائره بقدر الله، خد يا ولد انت بتسخر مني على المسرح؟ قال انا يا مولانا ما حصلش يا ولد، في ناس حضروا لك مسرحيه، الكلام ده من 30 سنه، يقول لك الواحد، الولاد بيقول في المسرحيه، الواحد لما يخطب خطيبته يعقد كده يركب جنبها في السيارة يقول له سمعنا شيء طيب كده، حط مثلا نشيد جميل، أغنية حلوة كده بتاع، ده الممثل اللي بيقول أول ما يتزوجها مسافرين من بلد لبلد، ما تسمعنا شيء كده، يحطينا عذاب القبر لعمر عبد الكافي. لا إله إلا الله، هو أنا عمر عبد الكافي ما ارتبطش إلا بعذاب القبر، وأنا اشتريت وأنا ألفته من عندي؟ لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا،
يصفر يبقى قبل راسه قبل يقول لا سامحنا ما والله سامحنا قله ادب قله ادب سامح بس الفقه الاعتذار ده ليه مش موجود عندنا؟ لان انا كل واحد فينا مقتنع انه ايه كلم اي واحد كده انا يجيني الناس المكتب كده ويكلم شوف يا مولانا انا لا احب الكذب ولا الكلام على الناس ولا احب النميمه واحب سبحان الله وعامل زوجتي بما يرضي الله اقول يا الله ابو بكر الصديق وصل مكتبي ايه العزه اللي انا فيه ده بس هو الحقيقه انا عندي مصيبتين مش قادر ابطل شرب ولا اصلي فانت تقول يا رب اللهم يا مثبت العقل والدين يا رب ثبت علي عقلي وديني سبحان الله ولازم تشرح صدرك وتبتسم ولو تعصبت عليه مالك يا شيخ في ايه انت زعلان انا بحكي لك هو انت لقيت حد من المريدين زيي ابدا ما انا انت ما شاء الله عليك لا عثمان بن عفان في الحياه فهذه كانت كل يدعي وصلا بدايه فكل واحد فينا عامل انه مش مهم شوف اول علاج للمرض ان تقتنع انك مريض بالكبر عشان نجيب من الاخر في دقيقتين عشان ايه توكلوا على الله وتروحوا تروا الوجوه الباسمه وتبتسم في وجوههم ان شاء الله يعني الايه في اربعه من الايه من المستحيلات الغول والعنقاء والخل الوفي وابتسامه الزوج لزوجته دي مضافه من عندي يعني ما كان العرب قالوا الثلاثه الاول يقول لك دي من رابع المستحيلات يعني شيء مش موجود اول شيء تقتنع ان فعلا عندك ورم اسمه الكبر بالله عليك لو اكتشفت في راسك او في يدك ورم صغير حجمه نصف سنتيمتر تقلق ام لا تقلق ليه تقلق خايف على روحك صح ولا لا طب الشيخ اهو انت تدعي محبته ها اوعى تصدق ان انا شيء يعني لاننا كلنا ندعي محبه رسول الله ولو رانا رسول الله ما راى شيئا من الذي يدعو هذه المحبه اثار المحبه دي غير موجوده فالشيخ وهو بمقام والدك ومقام اخ لك وصديق ومراه لك وانت تحبه وهو يحبك والله يعلم الله ان يحبكم حبا لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى سبحان الله هذا الورم الذي يحدثك فيه يقول لك انت عندك ورم الكبر مش عايز تتوقف مع نفسك طيب يا شيخ قول لنا العلاج هو موجود خلاص شخص اطباء القلوب اننا مرضى بمرض الكبر اول شيء نعمل تجربه لو قال من يبغضك حقا او من تبغضه حقا ولكن انت رفضته بكراهيتك لهذا الشخص هذا اول علامه من علامات الكبر وإن قال الحبيب باطلا وقبلته هذه علامة من علامات ورم الكبر تاني اقبل الحق ولو من بعيد بغيض يعني انت الآن لك عم ظلمك في أن أخذ ميراث أبيك مثلا وأنت تبغض خرجت الاخت زوجتك من بنتنا من المسجد جلست جنبك في السياره قالت لك يا فلان شوف الشيخ اتكلم عن فقه الاعتذار واصحاب المعروف ايه رايك تتصل بعمك الكلام بتاعها ده حق ولا باطل حق فاقبل الحق ولو من بعيد بغيض فهمت ما عشان اعرف ان انتوا نايمين بعمل لك تيست بقيت نايم انا لازم افسر اوضح الواضح واردد الباطل ولو من قريب حبيب بنتك ما عندكش اللي هي شايفها زهره في البيت حضنتك كده وقبلت ايدك ارجوك يا ابويا بابا ولا ماي فاذر ولا اي ماي داد ولا اي كلام الاهبل اللي بيقولوا ده المهم يعني اي حاجه وخلاص ما احنا مستنسخين البنت المتحوله المستنسخه دي قالت لك يا ابت يعني بمعنى يا ابويا اللي خلفتني خلاص سبحان الله عمي والله انسان طيب وكده ما تتصل بي والله يا بنت عندك حق ده كلام حق طب لو قالت لك خلي بالك اوعى تسمع كلام امي ده كلام امي ده غلط عمنا ايه ده لا عم ولا غم ولا هم ده لا يسال علينا ولما بنسافر البلد ولا يرفع السماعه ويتصل بينا الى اخره فتقبل منها لان كلامها يوافق ايه يوافق هواه فده اسمه ايه ورم الكبر اقبل الحق ولو من بعيد بغيض واردد الباطل ولو من حبيب قريب. ايه المسألة الثانية؟ المسألة الثانية ارجع اليوم
هات لك كده ايه عارف بتاع بتاع الفاكس اللي فيها 100 ورقه دي ولا 200 ورقه، لان مش هيكفي دفتر عادي يعني، او الرزنامه الاجنده السنويه اللي 365 صفحه عشان تكفي يعني، واكتب اللي انت ظلمته. كل صفحه فيها 30 واحد، خلي بالك انت لغايه اخر السنه خلاص. قول امسك قطاع الاقارب، قطاع العمل، قطاع الجيران، قطاع الاصهار، وهكذا قطاع كذا قطاع كذا، وبعدين في اخر شهر اللي هو شهر ديسمبر او اخر شهر وهو ذي الحجه اكتب فيه، اكتب فيه القطاع العام اللي ظلمتهم الدول، يعني اغتبت اهل الخليج واغتبت اهل العراق واغتبت اهل الشام واغتبت اهل مصر واغتبت اهل اليمن واغتبت البلاد بك. ما انت ما تكتفيش بغيبة واحد، ده مش على قدرك، الغيبة دي صغيرة يعني ايه واحد يعني، لا الخليجيين العراقيين الشوام على ما شاء الله ما لا بتوزع لا اله الا الله. طب لما يجي كل واحد يوم القيامة، بس خلي بالك اللي يرضى عليه المصريين داخلين على 100 مليون، لو اغتبت كل واحد بس من 100 فلان 10 حسنات، هو انت عملت طول حياتك 5 حسنات؟ لا اله الا الله. الله يرحم شيخنا الغزالي، لي واحد متفلسف كده وقاعدين جلسه، فرص عمرو بن العاص قال له ولا كلمه، انت بالذات لا تذكر عمرو الا بالخير. قال اشمعنى انا بالذات؟ قال لك مصري، والذي ادخلك الى الهدايه هو عمرو، ده هو صاحب الفضل عليك بعد الله، اوعى ده بالذات، لان انت تنسى معروف الناس. سبحان الله، وكان معاك في سنة رابعة أول في مدرسة، هذا صحابي جليل سبحان الله، كان عمر يجله ويضعه في مكانه ويسميه أبو بكر أرطبون العرب. كان في واحد زي كيسنجر كده والعياذ بالله اسمه أرطبون الروم، كان داهية زي بيسمارك كده في تاريخ الألمان والأوروبيين. فكيسنجر ده يقول جملة عجيبة، يقول في محاضرة له شهيرة في هارفارد قال، والحكمة ظلت المؤمن، امر خطير ان تكون عدوا لامريكا، هذا صح، وامر قاتل ان تكون صديقا لها. شوف اخر الكلام، شوف الكلام. فكان عمرو من هؤلاء الساسة الدهاء، عمرو كان بهذه القيمة الكبيرة في الدهاء سبحان الله. فرضي الله عنه، عمر كان يحسب له حساب ويضعه في مكانه، ولكن يوقفه عندما ضرب ولده الولد القبطي وقال اجلها على صرعة عمرو، ما ضربك هذا الا بسلطان هذا، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرار. لم توقف صداقة عمرو لامير المؤمنين ان يوقف عند الايه، هل رفض عمرو نصيحة عمر؟ لا. فانا اقول ارجع اليوم وشوف انت مين اللي ظلمتهم، وابدأ بالله يرضى عنك ان تستخلص اعتذارات، واول ناس تعتذر اليهم اهل بيتك، عيالك، اقاربك، جيرانك، اقارب ابوك، اقارب امك، اهل زوجتك، اهل زوجك يا بنتي. لنكن والله اذا صرنا احبه صرنا اذل على المؤمنين، اعز والله ربنا ينزل علينا رحمته. واذكر ولا تنسى نعم الله عليك، كم من ملايين في العالم لا يشعرون بنعمه الامن. انت الان هل عندك خوف انك تخرج المسجد تجد من يعني يقابلك او يقبض عليك او يفجر لك سيارتك؟ فضل النعمه، هل شكرت رب العباد عليها؟ سبحان، تذهب الان لتشتري اغراضك من السوق، الاغراض موجوده والمال ايه موجود. كم من اناس ليس عندهم هذه الرفاهيه، هذا العز. يجب يا اخي والله، ولئن شكرتم لازيدنكم. وغضب الحسن لما راى تلميذه يعبس في وجه الماء، قال الماء يضحك في وجهك وانت تقطب في وجهي؟ ابدا والله. لا تنتقص قدر الناس، ولا تشعر انك اكبر من الناس، ولا تشعر انك العبقري الوحيد في العالم، ولا تقسم العالم اقسام لانك مركز الكون. انت لست مركز الكون، انت ذره في هذا الكون. ان اطعت رب العباد فانت كبير. ولذلك قال رجل من الحسن، يا بصري كم انا عند الله، انا اسوي عند الله؟ قال كم الله عندك؟ اذا كان الله عندك كل شيء فأنت عند الله كل شيء، وإذا لم يكن الله عندك يعني أي شيء ولا الدين له قيمة فأنت لا تساوي عند الله شيء. ولذلك العباد يوم القيامة تأتي كل نفس معها سائق وشهيد. فنعمل الله يرضى عليكم اليوم ده. أنا أرى أن ظلم الناس للناس سبب الأساسي نسيان الآخرة ونسيان الدار الآخرة.
وأنا يعني أوصي أولادي وأحبتي وبناتي الذين يحبوننا في الله أن كل ما تهجم عليك الدنيا ادخل على الشبكة العنكبوتية واسمع لك يعني ساعة كده في الدار الآخرة يعني للعبد لله إن شاء الله يمكن تذكرك بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه عز وجل أن يفرج كرب المكروبين وأن يسد دين المدينين وأن يشفينا من أمراضنا القلبية والجسدية يا رب العالمين. أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نلقاكم إن شاء الله الجمعة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.